اصلا ما جاي شيء. طحت اللي مع الحديده اللي بمسكها. اي يوم تعلبه شو طحت انت؟ اماكن نطيت؟ ايه جيت تمسك ضام مسكت وزلقت يدك. ايوه وقت ما يدي كلها ما للصابون. أيوة. ورجلك الله كل عزنا شيء ما فيها. صابون ما ليته ما هو بس ما هو صابون واطمر يا والله ان ولدي الله سلمك، يوم والله طحت. ان الله سلمك. ها اقول الله سلمك. والله اني جيت بفقره انتظرت ممكن لين زين ما جاء لين الليل زين ما جاء ظهرك. ها زين ما جاء ظهرك. وشو اقول زين ان الاصابه ذي ما جت ظهرك. اي والله الحمد لله اسلم. وفقنا الله حسن ما شاء الله عليه. الله لا يضره وذيب. ها وذيب الله لا يضره ما شاء الله عليه. بسم الله عليهم ما شاء الله. هم ما شاء الله العيال ذيب وحسن الله لا يضرهم. بسم الله عليهم. فيهم لياقه. صح يمكن بعض العيال فيهم لياقه، لكن انا قد رحت المستشفى بسبب لياقه هنا في المنتجع. يمكن تذكرها ما ادري والله ان كانت تذكرها. ما 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 رحت. لا تقابل انا والمجموعه كلنا مجموعه واحده واخوان بس مزوح يعني بين غرفتين. قمنا مجموعه ذي تهاجم والمجموعه الثانيه تهاجم. صح تعرف بين فتره فتره تجي ذا الحاله نمزح. ايوه انا ذاك اليوم انفتر حيل الين انسدحت تمددت قعدت الى الساعه 8 9 ما ادري العالم على راسي ما عاد احتاج اتنفس ولا احتاج اتكلم. خموني قلبي في المستشفى. ما جيت الا عقب الظهر. ما الوم والله عبد الله امس يوم طاح والله ما الومه قبل امس. طيحته؟ اي يوم غشى يوم اغمى عليه. ما الرجال ما في لياقه. رغم كذا ما شاء الله تبارك الله وصل لين اخر شيء. الحمد لله. انا يوم وصلت عند الحبل انفتر حيلي. الحبل اي واحد؟ اللي يوم تسحبه وتتسلق على الزحليقه ذي لين تطيح. ايه 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 ايه. وصلت طيب انت لهذاك؟ انا وصلت لهنا وانسحبت. لا والله لو بذلك مدينة رحت فرحت. والله اني انسحبت كنت ما ادري مكمل ما زيني حيل. ترى هذيك المشكله الحديد انه طول. شفت؟ بعيده يا ولد. يبيك تشد 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 وتنط وتعال بش تمسك في بس. الحدايد. يا رجال الحمد لله على كل حال سلمنا. شد انه سلمنا. الله سلمنا. الله الرياضة والله شوف الرياضة والله انها زينة والله اول شيء لياقة زي الحين لو واحد منا معها اللياقة كان ما صاب شيء. هي اقول لك لو انه ما شاء الله مثل العيال ذي بسم الله عليهم مثل حسن بسم الله عليه مثل بعض العيال الله يحفظهم من العين ومن الشر. لو انه مثلهم يعني على الاقل يعني بين فتره فتره نعادي على المنتجع. صح شو اسمه نسوي اي شيء نسوي اي شغله رياضيه. كان الحين يوم جينا نلعب مع وائل الخواجي ذاك اليوم كان ما يا ولد ولا فكرنا ولا في شيء. بالعكس انت 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 داحم على ذا الامور على ذا الالعاب على ذا الين نجيبه. لكن الله يهدينا لا رياض ولا الله يعافينا بس. والرياضه والله انها مهمه والله العظيم. اليوم مزاجي اي شخص عنده وقت يعني يمديه يخصصها في 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 امور التدريب والله العظيم لا بخصصه طال عمرك. اي والله والله العظيم والله تراها زينه والله زينه ومفيده. اشم اشياء عبد الرايد ولا رشيت انام دفيت واشرب ماء الله يستر منك. مزاجي اليوم ما هو طيب. لا شو ما رايد زعلان رايد شباي تعال. ايوه اقول لك خصص طال عمرك رياضه. مزاجي اليوم ما هو طيب. اخصص رياضه طال عمرك واتدرب زينه صحتك. انا كل يوم ارقى مع ذا الشلال واروح الفوق العصريتي. هم من ذا الحين قطعتها لي ثلاث ايام. والله انها ذا العصريه تقول بنتي. ليه؟ يا ولد لا مني قعدت لا من رقدت العصر ولا شيء ام غلا الحق عمر حسوفه. ليتني ما رقدت ليتني راح جلستي يا رجال امور سهله. والله العظيم والله يا مرت رقدت انا في المسجد في الله يعز المسجد. نمت مرتين في المسجد والله ثم والله اني انام كل شوي اقوم مرتاح عاين الساعه اقول لها باقي شوي باقي وقت على روحه العصر.
شايل هم ذا الجلسة. مشكلة بعض الحين اني اتعاجز اني ارقى من النار واجي فوق. اقول يا رجال بكرة. هذه المشكلة. ما باذن الله، باذن الله اني اخليها من بكرة. لا تنشطك الرياضة تخليك نشيط يا ولد، نشيط نشيط. فهمت؟ نشيط مرة. زين الرياضة. فهمت؟ والله زينة. ايه. انا كنت في العب في نادي الهلال. كنت العب في نادي الهلال. تقريبا قعدت يمكن 4 شهور تقريبا. يا ولد اقسم بالله يا 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 التدريبات عشان اللياقه وذا قسم بالله متعبه لدرجه ما تخيل. العب في ملاعب عاديه ثيل بس ما ذاك مدارس ما مدارس. كلام هذا قبل حول 5 أو 6 سنين. او بعد يمكن سنه بعد. يا ولد ملاعب المدارس الثيل ذا ملعب كبير بس مو بذاك الكبر. يوم رحت النادي يا ولد ملعب تتعب وانت تمشي فيه. والله انك تتعب وانت تمشي فيه. السلام عليكم. الو الشكشوكه وين؟ والله عاد الشكشوكه حتى الثلاجه والله باقي ترى صفر ونص. بالله؟ اي والله. انت مكثرتوها اجل. اي والله كثرنا البيض كله حطيناه بالشركة. والله البيض كله يعني اخذنا البيض يخرب تعرفون. الله يجزاك خير. والله خفت يقول سلام الله. اجلس استريح. مرحبا والله مسهلا. على طاري قحطان. نعم. يا سلق قحطاني يا ولد قبل يا اني يا ولد ما اسمع فيه. تابع مباريات. والحين؟ مباريات. والحين ولا الحين؟ ايه. اجلس استريح. اذكر ابو قحطان رضا طحت فتابع مباريات لو اجي عند ابوي قلت انا بسجل في نادي هذه الحركه ابى اصير لاعب زي اصل قحطان ايه بسجل في نادي حتى احنا كنا نقولها من صغار واروح طال عمرك اذكر رحنا نادي الهلال وبسجل اللي هو في الكوره ويا ولد قال ابوي خلاص ابشر بنروح لبكره هو يعرف الرجال يوم جاء بكره وانا انشبنا ها ايش صار؟ خلاص الوقت الفلاني بنروح ورح يوم جاء الوقت الفلاني طال عمرك العصر ونروح يوم وجينا عاد ابوي كان وقت عنده اشغال دومات ودنيا وانا ما جاء شبه لي ونروح طال عمرك العصر يوم وقفنا طال عمرك لكرة سلة وانا انفس قلت انا ما بهذا انا بكرة قدم قال مدري ايش يناديني قال يا مدري ايش احنا بنعطيك لبس الحين فهمت اللي يصرف بنعطيك لبس وانت رح وبتجينا بعدين مخرج اي جيني بعدين تسمعنا اعطاني تيشيرت حق كوره حق الهلال هو الرسمي لا السله ولا ليت جايبين من مستودع اعطني طلع واحد طلع عمرك نادي واحد قال بالله خلصنا تعب طلع عندك واحد طلعونه منها طلع عمرك بس يعني حتى لو انها سله بس عليها رقم يعني بس اخذتها طلع عمرك التيشيرت عليها السله بس على رقم 20 عليها ها عليها رقم 20 لا جل والله العظيم بس اعوذ بالله دماء قبل انا والله شوف شوف انا كنت اتابع لعب واحد تحركاته لمساته الكوره هذا يعني لعبها انا في المخ اقول اسمه نقد يا سيد قحطان يا رب قمر اي والله تذكر اول ياسر انا من الاشخاص اللي ما حبيت الكره الا من هو والله يلا بنجي يلا بنجيك راح يا رجال راح تذكرون اول راح انت طقم تقول شطرنج تذكرون اول ما 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 شو اسمه الايام سلطان خليفه ولا طريق دقيقه ابو منصور تذكر نوار تذكر على ايام انت تذكرها ايامه اللي هو ياسر